انجلوت، شفنا انجلوت يمكن باكثر من ثلاث ارباع المباراة. انجلوت بمر حلوة، لا 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 يعني لا 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 خلينا نستمتع بالإعادة. ليكو الصاروخية زاوية 8 على يمين الحارس أشتا ما شاف أبدا. أنجلو كارو غارتيز عم بيسجل هدف التقدم، هاتريك لأنجلوت من أجمل أهداف البطولة. مش معقول أنجلوت شو عم يعمل، هدف رائع جدا لأنجلوت، يعني عم يرجع يعوض غيابه بالمباراة الأولى ويرجع يولع المباراة الجديدة، وهون خطأ على أنجلوت.